شفت لك حوار دمه خفيف على الفيسبوك. تمام. انت ازاي قادر تضحك والزمالك بيتغلب كل الماتشات دي؟ هو الفكره مش ازاي ان انا قادر اضحك والزمالك بيتغلب، الفكره ان انا خدت على كده خلاص، فالموضوع بقاش مؤثر زي الاول. يا باشا هم يملك الموضوع بقاش مؤثر معايا زي الاول، خلاص بقى انت بتتغلب فانت لازم تطلع تضحك الناس باي شكل. تمام تمام. طيب انت شايف ليه الزمالك بيتغلب بالشكل المهين ده؟ مش سبب معين يعني، هي اسباب كتير اكترها مش عايزين برضو نخبط في ناس. انت عارف انا اقول مين طبعا؟ مين لا انت عارف انا اقول مين، مش لازم. انت تخاف منه؟ مش بخاف منه، ما انا اتكلم عليه في الفيديو الاخراني. هو انا في اخر فيديو انا قلت انا كان ناقص اقول انا يعني، في اخر فيديو قلت طب مين السبب، طب المدرب، طب غيرناه، طب اللعيبه، طب احنا عندنا احسن لعيبه، طب مين يبقى انا؟ انت فاهمني؟ بس هو بنسبه كبيره جدا يعني رئيس النادي، الزمالك يكسب تاني يحصل زي الاستقرار، الاستقرار اللي احنا شايفينه في النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي فيه استقرار، حاله استقرار، بتشوف اللعيبه بتقعد التيم بيقعد 5-6 سنين وهم نفس اللعيبه، فانت لازم حاله استقرار عشان خاطر توصل اللي انت عايزه كزمالك. بس هي دي الفكره، بشجع الزمالك يكون عندي 5 سنين تقريبا، دي حاجه ما ينفعش ان انا ابطلها يعني. بس بالظبط يعني الزمالك ده بالنسبه لي من الطفوله، بروح الاستاد من وانا صغير جدا يعني، بشجع الزمالك فدي حاجه في الدم فخلاص. انا بدرس، انا اساسا بدرس لسه في كليه حقوق وفيديو ميكر على الفيسبوك.